السلام عليكم خوتي. بالنسبة للحلقة ديال اليوم غادي نشوفوا الطريقة ديال التحضير ديال لسان الطير، حلوة من الحلويات المعسلة اللي كنقدموها في شهر رمضان المبارك. بالنسبة للمقادير عندي هنايا: الحليب على حسب الدقيق، كاين دقيق اللي كيشرب وكاين دقيق اللي ما كيشربش. المهم حتى كنحصلوا على عجينة متماسكة، شوية ديال الملحة، 50 غرام ديال الزبدة، كيس ديال الخميرة ديال الحلويات، عندي هنايا شوية ديال الماء الزهر تقريبا واحد جوج معالق صغار، معلقة صغيرة ديال القرفة عامرة، وعندي هنايا 500 غرام ديال الدقيق. فهادو المقادير ديال 500 غرام ديال الدقيق. بالنسبة للناس اللي بغاو يديرو كيلو ديال الدقيق، يعني بغاو كمية كبيرة، غادي يديرو كيلو ويديرو 100 غرام ديال الزبدة ويديرو كيس ونص ديال الخميرة ديال الحلوى. مهم يضاعفوا المقادير، هنا يديروا 4 معالق ديال المزهر وجوج معالق كبار ديال القرفة. على بركة الله غادي ندوزو للطريقة ديال التحضير. غادي نديرو الملحة، الزبدة، خميرة ديال الحلويات، القرفة، وغادي نديرو مزهر. غادي نديو هادشي نعجنو مزيان، انا غنعجنو في سميتو في الآلة. غادي نبقى نزيد الحليب شوية بشوية تنجمع العجينة ديالتي، ملي غادي نجمعها غادي نرجع نوريكم القوام ديالها كيفاش داير. خوتي انا رجعت لكم بعد ما عجنت ديك العجينة، نتوما كيما كتشوفو ها القوام ديالها كيفاش داير، بحال الشكل ديال العجينة ديال المسمن تقريبا. فغادي نغطيوها دابا وغادي نخليوها ترتاح مزيان واحد ساعة ولا ساعة ونص حتى ترتاح مزيان، ونرجع باش نكملو الطريقة ديال التحضير. خوتي بعد ما رجعت ليكم بعد ما رجعت ليكم زدوج عليا راني، بعد ما ارتاحت العجينة هما كما كتشوفوا كتولي عندنا ساهله باش انا هنا عندي شويه ديال الزيت، دابا انا جبت العجينه ديالتي انتما كما كتشوفوا، ودابا غادي نديروا شويه ديال الزيت. عندنا يدينا بشويه ديال الزيت. بالنسبه للحجم ديال العجين اللي غادي نخرجو على حساب الطاوله اللي عندكم، انا عندي الطاوه ديال المسمن كبيره يعني غادي نديرهم كبار، وغادي تجيني عمليه سهله. بالنسبه للناس اللي عندهم طاوات صغار يخرجوهم صغار، انا عندي طاوه كبيره غادي نديرهم كبار في نفس الوقت باش نسهل عليا العمل. الشكل هذا بحال كنخرجوا العجينه ديال المسمن. انا هنا خوتي خرجت 7 ديال الكرات، انتم كما كتشوفوا 7. دابا غادي نحطهم على جنب وغادي نهن سطح العمام شويه ديال الزيت وغادي نطلقهم بحال كنطلقوا المسمن. انا دابا غادي نهزها وغادي نقلها فوق المقله ونطيبوها ونرجعو باش نكملو الطريقه ديال التحضير بهذا الشكل هذا. خوتي كنخليوهاش تحمر على عافيه مهيله حتى تجمع حتى ما تبقاش العجينه، غنحيدوها. صافي دابا هذا غنحيدها، بنفس الطريقة خوتي غادي نعاود نهز العجينة وغادي نديها للمقلة طيب. بعد ما خوتي كملنا الطياب ديالهم كنحصلو عليهم بهذا الشكل هذا، كيجونا بهذا الشكل هذا نتوما كما كتشوفو. واخا يجيوكم معوجين ولا شي حاجة ماشي مشكل. دابا غادي نبداو
نشكلو داك لصال الطير ديالنا، غادي نبداو على بركة الله. هنا وجدت واحد الخريط ديال الدقيق والماء، هو باش غادي نلصقو. بالنسبة للطريقة سهلة، ما هنا كان كندورو ولكن ما كنزيروش باش يجيونا مفتوحين من لسان الطير من الداخل. الا زيرنا عليهم كيجيو لاصقين لواحد لاصق في الاخر، ما خاصهمش يجيو مزيرين. نرخفو عليهم واحد شوية، هاد الشكل هذا. انا جبت هذا الطرف، هذا انا هذا نقطع هذا غادي نقطع، غادي نلصق غير من الجناب. غادي نلصقو بهذا الشكل هذا، كنحصلو عليهم بهذا الشكل هذا. نعاود معكم واحدة أخرى، ما نزيروش، نرخو من الداخل، نجيو فين هنايا ونلصقو. يمكن لكم تستعملوا صفار البيض إلا يعني بغيتو باش تلصقو. صافي، بنفس الطريقة غادي نكمل هاد اللعيبات هادو. انا اخوتي وجدت دوك العصيات، هانتوما كما كتشوفوا بهذا الشكل هذا. دابا غادي نقطعوهم يا اما بالمقص ولا بموس اللي بغيتو. دائما هاد الجوانب كنحيدوهم، هادو كنحيدوهم، تنقطعوهم من هنا. الأحسن يجيو رقاق هكا بهذا الشكل هذا. اللي بغا يستعمل الموس فراه باينة القضية، تيقطع. نفس الطريقة حتى نقطعوهم كاملين. حنا رجعنا لكم، دابا غادي نقليو لسان الطير ديالنا. نتوما كما كتشوفوا بعد ما قطعناه دابا غادي نقليو. بالنسبه ملي كنبغيو نقليو كنوركو عليه من بحال هكا، نضغطو عليه شويه من الجناب باش يتفتحوا هاد اللعيبات هادو. نفس الطريقه ونقليو. الزيت تكون سخونه، غادي نتسناو عليهم حتى يتحمروا مزيان ونغطسوهم في العزل. كنقصوا عليه العافيه باش يطيب مزيان، باش ما يجيناش محمر من الفوق وفي الوسط عجينه، خاصو يتقلى مزيان. خوتي، هي الحلوه ديال الزنطير ديالنا بدات كتحمر. غادي نخليها باقي واحد 30 ثانيه تشد باقي اللون واحد شويه ونغطسها في العسل. انا هنا خوتي قطرتها من الزيت، دابا نحتاج العسل. غادي نخوي عليها العسل مزيان، كنغطسوها مزيان في العسل. باش تشربو مزيان وندوزو باش نكملو القلية الاخرى. خوتي، انا رجعت لكم بعد ما سانيت لسان الطير ديالي، كيجي بهذا الشكل هذا، كيجي رائع رائع رائع. نتمنى يعجبكم وتجربوه. يمكن لكم ديروا بديل ديال الشباكيه حتى واحد، كيجي رائع في شهر رمضان. من الحلويات اللي كنقدموها في شهر رمضان كيجي بهذا الشكل هذا، كيجي مورق وزوين وشارب العسل مزيان. نتمنى يعجبكم. الى حلقه قادمه ان شاء الله، وشكرا.